القضية الفلسطينية في الرواية والشعر والسينما. تماهى شعراء فلسطين بالوطن روحياً، وتمحوروا حوله باعتباره مخزوناً نفسياً ومكاناً واقعياً وشعرياً. الرواية الفلسطينية ما قبل النكبة ما بعد المنفى. إيميل حبيبي، غسان كنفاني، جبر إبراهيم جبرة. أربعة أبعاد في التجربة الروائية الفلسطينية. الذاكرة التي لا هوية وطنية من دونها. شقاء تجربة المنفى. سجل الشهداء. الشتات المفتوح. السيرة استمرارية. غدا نكبة 1948 برزت السير والمذكرات الفلسطينية بكثرة. ثم نحو 245 سيرة ذاتية فلسطينية، وهذا يجعل الفلسطينيين في طليعة الشعوب التي اهتمت بكتابة السيرة. السينما المبكرة في فلسطين. تبرز الوثيقة السينمائية الفارق بين الذاكرة المكتوبة والشفهية. هي أنطولوجيا التراجيديا والملحمة الفلسطينية. وفي الاثنين عبر الفلسطينيون عن مهارة البقاء وحكمة الوجود. الاحتلال يولد المقاومة، وعذاب المنفى يعلمنا معنى الانتماء.